السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف برنامج او موقع ليوناردو AI. الموقع ده حلو قوي في تكوين الصور، في شوية امكانيات جميلة. خلينا ان احنا نبدأ بيها. هقول له افتح لي التطبيق. فبيقول لي بقى انت عايز تكريت صورة ولا عايز ريال تايم كانفا ولا عايز اديتور ولا موشن. موشن ده لسه مجاش، لكن احنا منتصرينه بفارغ الصبر. ايمج، تعالى نبدأ بالايمج. بتديله برومت ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة. ماشي، هاجي هنا واقول له انا عايز البرومت دوت. طيب هنا بيقول لي هتستخدم اني موديول او اني مودلز. اهو تقدر تختار اللي انت عايزه. كل واحد من دول بيديك نتائج مختلفة تماما. عندنا النورد ستايل او من غير، اد اليمنت هنجربها دلوقتي بس بعد ما نعمل ايه الصورة. هو بيديني كل يوم 150 صورة، كل ما بتيجي الكاريت بيبدأ يخصم منك نقط. في حاجات بتاخد نقط كتيرة وفي حاجات بتبقى الصورة ممكن تاخد نقطة نقطتين. اهو عمل لي الصورة ديت، شاب فلسطيني ماسك كتاب. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز اشغل دوت، فده بيخصم منك نقط كتيرة على فكرة. ماشي، طيب خلينا نقول له مثلا احنا عايزين نضيف element. ممكن نضيفها على شكل مثلا كرتون. ماشي، وتقدر تقول له انا عايز وزن فكرة الاليمنت ديت كام في المية. تمام، طيب خلينا نقول له generate. طيب انت شايف الكلام ده معمول بشكل كويس، شاب طفل فلسطيني بيبتسم وبيقرأ القرآن وهكذا. فلما بتدي له وصف حلو هو بيبدأ يديك نتائج كويسة. تمام، طيب ممكن نقول له لا احنا مش عايزين دوت، وممكن نخليه ونقول له مثلا ايه انا عايز اضيف معاه تون اند انمي بالشكل دوت، واقول له كونفيرم. بقول الاتنين موجودين. ممكن اقول له ما تفعلش الكيت دلوقتي وخلينا بس ايه في شكل كرتون. هو كده كده اصلا واخد شوية كرتون من كلمة بيكسار وديزني. هتلاقي يعني في اختلافات شوية بين الصور. طيب ممكن نقول له image guidance، يعني ايه؟ يعني انا هديك صورة ويبدأ يشتغل عليها. ممكن ترفع له اي صورة وهو يبدأ يطبق لك الصورة دي مع الكلام. طيب عندي حاجة اسمها برومت جنريتور. يعني ايه برومت جنريتور؟ يعني انا هديله نص صغير واقول له اجتهد انت بقى في بقية النصوص. واقول له ادي، فبيبدأ ياخد التكست ده ويشوف ايه تكملة الكلام اللي ممكن يتقال عشان يبقى حاجة جميلة يعني. تمام، فانت ممكن تاخد واحدة من دول وتبدأ ان انت تجربها. هنا انا خدت هنا لحد كلوز وبكمل كل الكلام دوت. يعني خلينا ناخد اول واحدة واقول له، فلو انا مش في دماغي نصوص بشكل حلو ممكن استخدم ديت اللي هي برومت جنريشن. وهنا بقى عدد الصور اللي انا ممكن استخدمها عشان النقاط بتاعتي بتخلص. فيبدأ يعمل لنا بيه الشكل دوت. طيب خلينا نرجع كده لليوناردو. هقول له انا عايز ريل تايم كومباس. بيقول لي ارسم اي حاجة هنا وانا هبدأ ان انا ارسم لك بشكل حلو الناحية دي. طيب هقول له امسح لي اللي مرسوم قبل كده. تمام، واقول له مثلا عايزين نرسم مثلا فلاور. تمام، هو اول ما خد بدا يعمل بس انا لسه ما رسمتش. فاقول له انا عايز ابدا الرسم مثلا. هو بقى ياخد السكتش ده ويبدأ ان هو ايه يحوله لرسم بالشكل دوت.
بص بقى، دي كمية الكرياتيف. فلما انا اقلل الكرياتيف هو هيديني ايه؟ حاجة بسيطة. هزود الكرياتيف هيديك صورة جميلة جدا يعني. تمام، طيب اتمنى يعجبكم الموقع ان شاء الله.